هذا شهيد بالمظاهرات، شهيد بالمظاهرات. هاي حكومتنا الجايفة، هاي في قضايا الحسينية، وهاي حكومتنا اللي ظالة ترمي على الناس وظالة تقتل شعبها. أول مرة أشوف إيش حكومة تقتل شعبها. هاي الحكومة اللي تقتل شعبها، هاي حكومتنا الخايسة، الحكومة الجايفة. شايفينكم إيش حكومة تقتل شعبها؟ ذنب من هذا؟ برقبة من؟ الله يرحمك برحمته إن شاء الله. والله كريم، ما يروح دمه إن شاء الله، ما يروح دمه بحق الحسين. شوفوه من مدينة الحسينية.